معمر قذافي جاء ضمن الطلبة الناس الشباب إلى سبها لغرض دراسة. طبعا كان مميزا عن أقرانه القذافي، وكان يحفظ القرآن. هو هنا لما جاء سكن في منزلكم؟ نعم، هو عائلتي ووالده ووالدتي. وكم هو كم يكبر بالعمر عنك؟ والله حوالي 9 سنوات. 9 فرق. نعم، القذافي عندما دخل المدرسة، طبعا عادة أولاد البدو ما يحبوا القراية ولا يحبوا يعني، ومشاغبين وتحاذفوا بالرشاد. في هو كان مؤدب مختلف عن أقرانه، يحفظ القرآن. فقربه والدي وبقى معنا، و لأن في الدراسة في الأسبوع الأول مدير المدرسة اتصل بوالدي وقال له: ابنك أصبح في الصف الثاني الآن. ابنك يقصد معمر؟ أي، في السنة في الأسبوع الأول. قبل نهاية الشهر نقل إلى الصف الثالث لتفوقه على أقرانه في فنقل في عمل له والدي ووالدتي حفلة في ذاك اليوم. ذبحنا خروف وجمعنا الناس، يعني فرحنا بهذا الشاب الذي متميز، الذي جاء من هذه الصحراء. واستمر نشط القذافي، ويصلي ويذهب للمساجد ويخطب في المساجد للثورة الجزائرية وللدعم الجزائر في عمر مبكر، في عمر مبكر جدا، في الإعدادي، ويجمع التبرعات للثورة الجزائرية ويتظاهر من أجل ثورة الجزائر. ووعيه بدأ في تلك المرحلة. طبعا في ذلك الوقت لا توجد الكهرباء في فزان، ولا يوجد إذاع مذياع، ولا يوجد سيارة، ولا يوجد ثلاجة، يعني كل هذه الأشياء والهواتف. فهو بحكم وجوده في منزلنا كان يسمع والدي الإذاعة لندن BBC، وكان يسمع صوت العرب